ليله ويوم قعدنا لقينا الوضع مدينه غرقانه، مدينه الحريه لا نقدر نطلع لا نقدر نطب المي على بيوتنا، زين الوضع مال المجاري تعبان. يعني نشكر الشرطه الاتحاديه اللي سحبوا المياه من مدينه الحريه ونشكرهم شكر جزيل. يعني نعتب على امانه بغداد يعني من ذاك اليوم لليوم هاي مطره خفيفه وهيك بعد مطره ثقيله شلون. زخات المطر الكثيفة التي هطلت على هذه المدينة والمجاري عدم استيعابها للمياه، تم استنفار آلياتنا خاصة قيادة الشرطة الاتحادية تموين والنقل ومقر اللواء الخامس بآلياته، والحمد لله من يوم أمس والحد الآن سحب المياه جاري ومستمر.